انا بقول ان الحمد لله احنا بقالنا دلوقتي 3 اسابيع بنجهز مع مديريه الامن لهذا العرس الانتخابي لاستحقاق استحقاق من الاستحقاقات الدستوريه الهامه، والسيادة الرئيس اصر على ان هي نحقق خطوات كبيره في الدستور وما يستحقه المواطن المصري وما نص عليه الدستور. عايز اقول ان احنا بنجهز اللجان اللوجستيه وبنجهز اجراءات احترازيه لان فتره، وعايز اقول ان احنا محافظه البحيره بتقوم بكل ما لديها من عزم وبتنسيق مع كامل مع مديريه الامن ومع القوات المسلحه ومع مديريه الصحه في هذا الشان. تم اتخاذ اجراءات احترازيه كبيره لصالح اللجان في محافظه البحيره، شايفين كلكم التامين. بنشكر مديريه الامن وبنشكر قواتنا المسلحه المتواجده معانا في كل مكان، حتى مركز العمليات متواجدين جنبنا ومعانا ويساعدونا. بنقول المحافظه بتسير على قدم وساق، مديريه امن البحيره بتؤدي واجبها بمنتهى القوه والاحترام. بنقول ان احنا كمحافظه ومع قواتنا المسلحه بنؤدي مهمتنا لصالح المواطن البحراوي. بنقول ان شعب البحيره مقبل زي ما انتم شايفين على اللجان، ودي حاجه تشرف وتعكس الوعي للمواطن البحراوي فيما يخصه من حق انتخابي في اختيار المرشح الخاص. بنشكر الساده المستشارين على تواجدهم في توقيتاتهم في اليوم الاول للانتخابات وادائهم المشرف. النهارده اللجان بالكامل بتسير بتميز جامد جدا، فبنقول شكرا للسادة المستشارين ولكل اللجان العامة اللي موجودة في محافظة البحيرة. والشباب موجود في كل مكان، حضرتك شايف الشباب شارك في حاجات كتير، بدأ من التوعية، بدأ من ان هو يعرف المواطن ازاي يتعامل مع الاجراءات الاحترازية عشان لما يخش اللجنة ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة له. متواجد بره بيوزع ماسكات، متواجد قدام اللجان بيقول كلمته كحق انتخابي اصيل لكل واحد فيهم. ولكن دور المحافظة، دور جامعة دمنهور اللي بشكر دكتور عبيد اللي متواجد جنبنا في كل مكان ودعمه الكبير في إجراءات التوعية اللي حصلت في القرى سواء للنزول والمشاركة أو العلم والتذكرة بالإجراءات الاحترازية اللي تم، هذا كله شيء جميل وعظيم، تنسيق كبير بيني وبين جامعة دمنهور.